الحمد لله. سأل شاب أحد المشايخ فقال له: ما هي أفضل هدية أقدمها لوالدي؟ كان يتصور هذا الشاب بأنه الشيخ راح ينصحه يعني يجيب له فتساعة أو دشداشة أو إشماغ أو أي شيء من هذه الأمور اللي أو عطر تفرح بوالدك، ولكن الشيخ كانت عنده نظرة بعيدة. فلما سأل ما هي أفضل هدية أقدمها لوالدي أجابه وقال له: صلاحك. صلاحك أفضل هدية تقدمها لوالديك، لأنه لو يعلم الأبناء مدى حرقة الأب والأم من أجل هداية أبنائهم لأدركوا معنى قول الله تعالى: وهما يستغيثان الله ويلك آمن. فهدايتك هي من أعظم البر بهما. وإذا أردت أن تعرف نفسك من الصالحين، تعرف نفسك من الصالحين، ادعو لأمك وأبوك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، سماه ولد صالح. فاللي يريد يعرف نفسه من الصالحين يكثر من الدعاء لأمه وأبوه. فيا رب أفرح قلوب والدينا بصلاحنا، وارزقنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم. ويا رب أفرح قلوبنا بصلاح أبنائنا، وارزقنا برهم في حياتنا وبعد مماتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر.